السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اجمعين. الزول في اللون يا جماعة الخير، يا احباب كيف الاحوال؟ والله الجزائر يعني تمر بمرحلة حرجة جدا، هذه المرحلة اللي ربما ما ظهرتش في السابق ولكن ستظهر في المستقبل بكثير من المستجدات، ومن بين هذه المستجدات هذا التكالب اللي راه اليوم واقع على وحدة الوطن وعلى مستقبل الوطن وعلى يعني ثروة الوطن. يعني ما لقاوش هذه الدوائر كيفاش يهزوا أركان الجزائر وأركان الدولة الجزائرية، وهنا لا نتكلم عن من يحكم الجزائر اليوم من جنرالات فاسدين وفاسقين وسفاحين، يعني دائما نستعمل هذه العبارة حتى تفهموني وش باغي نقول، ولكن الظروف التي ستأتي هي ظروف خطيرة، ربما يعني سندخل في متاهات هي يكون صعيب علينا يعني باش نلقاو لها الحلول، وهنا أعني بعض الحركات التي تنشط في الخارج، وكان ربما كنت متحفظ باش ننتقد بعض المعارضين الشرسين للعصابة الموجودين في الخارج، وكنت في بعض الفيديوهات اللي طرحتهم كنت يعني أثني عليهم كثيرا لأن لم تكن لدي معلومات أو أدلة ثابتة ضدهم لتورطهم في أشياء خطيرة تحدث داخل الوطن، ولكن في هذه المرحلة الحرجة كما قلت يجب على كل جزائري وجزائرية، كل من لديه معلومات أو أخبار مؤكدة وبالدلائل الثابتة أن يلعب دوره كما لعبه المجاهدين الذين أخرجوا فرنسا. فإذا البلد هو مقبل على هذه الهزات الشعبية التي تحركها مثل هؤلاء، وأذكر منهم العربي زيطوط، وأقول هذا الكلام بصوت مرفوع، ربما هذا الكلام لا يعجب البعض، ولكن تركت هذا الانتقاد لهذا الشخص في هذا الفيديو، وكنت ربما متحفظا كما قلت في السابق. هذا العربي زيطوط هو يشكل خطر داهم لوحدة الشعب الجزائري، وأنتم تعرفون جيدا حتى لا أطيل الكلام في هذا الموضوع، وأنا أذكر هذا زيطوط وعليه الإجابة على هذا السؤال وعلى هذا الفيديو الذي سيظهر بعد قليل. لما سيدهم اللي علمهم السحر هذا أردوغان اللي حب يولي سلطان المسلمين، هو اللي مشى الكنيسة الإسرائيلية وزار قبر مؤسس دولة إسرائيل ومضى، رايحين تشوفوا الوثيقة هذه، مضى على وثيقة تسليم القدس ليجعلها عاصمة إسرائيل، وأول سفارة اللي اندارت في القدس هي سفارة أمريكا. إذا باش تعرفوا هذا التنظيم تاع الإخوان اللي يشرف عليه زيطوط وهو يشرف على هذه الحركة المسمى حركة رشاد تحت غطاء الإخوان، وهو يزور دائما ودوريا مدينة إسطنبول الذي أثنى عليها كثيرا وأثنى على مطارها الجديد، ولم نراه يثني يوما ما على مطار هواري بومدين، وهو الذي أيضا دشن وبني مؤخرا يعني ما عنده سنوات قليلة. يعني باش تعرفوا عمالة هذا الشخص بالنسبة لهؤلاء، لهذا أردوغان اللي قال في حصة تلفزيونية رايحين تشوفوها أيضا، اللي قال بلي يا ريت لو أردوغان يحكم الجزائر، كأن الجزائر لم ترد الرجال لكي يحكموها ونأتي بأردوغان ليحكمنا، كما أتى به الرئيس بوتفليقة
راكم تعرفوا القضية تاع ترميم مسجد كتشاوة، اللي زار هو الأول اللي زار مسجد كتشاوة، وبوتفليقة قاعد في القصر الرئاسي. يعني شوفوا الهيمنة تاع هذه الخوانجية عن طريق أردوغان اللي حب يفرض السيطرة نتاعو على شمال إفريقيا كما سيطر اليوم على ليبيا، يعني وزرع فيها الفتنة كما زرعها هؤلاء العرب المهزومين من السعودية إلى مصر إلى الإمارات إلى البحرين. يعني هذه الدول الخليجية التي تعبث في أرض تمازغة، في أرض تمازغة هذا زيتوت الخوانجي يعني علاقته بالجزائر كما علاقة الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، هذا اللي عاش في بريطانيا كما راه يعيش اليوم زيتوت في بريطانيا اللي خلقت إسرائيل. أنا أتحدى زيتوت أن يترك بريطانيا وأن يتنازل عن أي جنسية هو يمتلكها اليوم، حتى نثق فيه ونثق في أقواله ونثق في لايفاته. أنا يعني راني متقرع لما نشوف يعني مؤخرا وهو ينجز هذه الفيديوهات اللايفات اللي يديرهم وهو يتهجم، يعني كل من لا يشاطره في الرأي يتهجم عليه وهو يقول حسبه يعني يملك معلومات وأسرار عن الدولة الجزائرية، وهو تحت التنصت البريطاني والإسرائيلي والأمريكي والفرنسي. لا تقولوا ليست هذه حقيقة، وهو تحت التنصت الإسرائيلي. بريطانيا هي التي أنشأت الماسونية العالمية، وهذا التنظيم نتاع الإخوان لم تدرجه أمريكا كمنظمة إرهابية إلى حد الآن، كما أدرجت حزب الله في لبنان كمنظمة إرهابية. هنا الفرق. إذا زيتوت هو عميل بريطاني إسرائيلي أمريكي قطري، دولة قطر التي تعبث والتي تمول هذه التنظيمات الإخوانية لتخريب بلدان شمال إفريقيا. إذا هذه الرسالة راني نوجهها لزيتوت، يعني حتى ما تروحليش الفكرة. أردوغان لما زار تونس في مطار قرطاج جاب معاه وفد رئاسي وفد أمني، ولكن قائد السبسي هذا الرئيس الذي أوجه له تحية لم يأتي ليستقبله في المطار، لأنه أراد إهانة الأمن الرئاسي التونسي وأمن المطار، لأنه لم يثق في أمن تونس، وبدأ يرفع يده هكذا يعني بالأربع الأسبوع ليقول رابعة العدوية. رابعة العدوية لمن لا يعرفها هي هذه الساحة التي احتضنت هذه الجماعة نتاع الإخوان لركبوا الحراك الجزائري كما أراد زيتوت اليوم أن يركب الحراك الجزائري. وهنا الوقود نتاعو هي منطقة القبائل. يا للخسارة يا للعجب، هناك من القبائل الأحرار الذين لم يدخلوا في خطة زيتوت لاستعمال منطقة القبائل لتحقيق أغراضه الخبيثة في زرع الفتنة في وسط الشعب الجزائري. وأنا أقول دائما هذا الكلام بصوت مرفوع، وأنا لا أشد العصا من الوسط، وسأنتقد ما يأتي من المعارضين الذين تخلوا عن وطنيتهم وعن هدفهم الأساسي وهو إرساء الديمقراطية في الجزائر بدون فتنة، بدون فتنة. ونحن نشجب ممارسات العصابة ضد سجناء الرأي الذين سجنتهم العصابة. إذن هذا التنظيم نتاع الإخوان يعني هو تنظيم خطير، وهو يستغل هذه الفرص لكي ينقذ على السلطة كما انقذ الغنوشي في تونس وكما انقذ، تذكروا هذا الكلام يا جماعة الخير، أنا لن أتكلم من فراغ، هذا علي السرلابي والغنوشي في تونس وعلي السرلابي في ليبيا، هذا الذي استقبل دافيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا واستقبل ساركوزي، وهذا علي السرلابي هو الذي دخل
إلى قصر عزيزية وإلى مكتب سيف الإسلام عندما أسقط القذافي وباركو ساركوزي الذي حطم ليبيا يعني وبدأ يقنبل، وتعرفون يعني مصير القذافي. نحن ضد الحكم الدكتاتوري في أي بلد شمال إفريقي حتى في الجزائر، ولكن لما نريد أن نقول حقيقة نقولها بكل صراحة. هذا علي الصلابي الذي هو أيضا ربما ينسق مع الغنوشي في تونس ومع زيطوط في بريطانيا وآخرون، ربما هذا رضا بوذراء الإخواني الموجود في بريطانيا في تركيا في إسطنبول، وهو يعرف نفسه جيدا، وهو الذي أخذ أكثر من صورة مع جيش الحر السوري ضد جيش بشار الأسد. إذن هذا التنظيم نتاع إخوان هو تنظيم خطير، احذروا هذا التنظيم فهو ينشط كثيرا وربما بحوزته أموال طائرة قطرية وتركية للاستيلاء على الجزائر كما استولوا على ليبيا، والشيء الخطير يعني في الخطاب الأخير يعني الندوة الصحفية اللي دارها الرئيس تبون، وأنا ربما تكلمت في السابق في فيديو سابق على تبون اللي هو تحالف مع الإسلاميين المعتدلين، يعني هنا بين قوسين تحالف مع الإخوان، يعني هنا يعني مفارقة عجيبة في سياسة تبون، يعني يتحالف مع الداعشيين، يعني هذا التنظيم تاع الإخوان هم دواعش. وخير دليل يعني سقوط يعني كابول في أيدي الإخوان طالبان، وذاك الزواج يعني الزواج نتاع العشق الممنوع بين طالبان وأمريكا وبين زيطوط وأردوغان، هناك أيضا عشق ممنوع، وتشاهدون هذه الصورة ربما ستجيب على كثير من الأسئلة. حتى لا أطيل عليكم أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن لم أشاهد في حجم هذا المطار، حتى مطار لندن الجديد وبالتوسيع الجديدة نتاعه، مطار هيثرو توسع الخامسة له أو ترمينال 5 كما يسمى، لا يساوي شيء مع هذا المطار. يا ليت أردوغان هو من يحكم الجزائر، يا ليت أردوغان هو الحاكم في الجزائر أو هو في الجزائر أو هو صاحب الأمر في الجزائر، لأن أردوغان الآن يمثل صرخة في وجه فرنسا. فرنسا في الحقيقة هذه طريقة أردوغانية في إدارة الأزمة. أردوغان في هذا أن يبقى في إطار المبادئ والأخلاق، ولكنه في نفس الوقت قام بعملية سياسية مؤداها في نهاية المطاف أنه لن يكون هو وتركيا الذين يواجهون السعودية لوحدهم. لحد الآن نجح في 3 أسابيع الماضية من أنه ترك أن هذه القضية هي قضية عالمية وقضية دولية، وأصبحت مشكلة بالنسبة لبعض البلدان خاصة في الولايات المتحدة حيث يجري صراع كبير جدا حول هذه القضية.